أوكرانيا، السيدات والسادة الحضور، الوفد الأوكراني المرافق، يسعدني أن أرحب بمعالي الوزير سبيها والوفد المرافق لسيادته في زيارته الأولى إلى القاهرة، وهي الزيارة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الأوكرانية، وهي ليست علاقات وليدة اليوم، حيث دشنت مصر وأوكرانيا علاقاتهما الدبلوماسية في يناير عام 1992، وعقب ذلك افتتاح سفارتي البلدين في كييف والقاهرة. لقد تناولت مشاوراتنا أرحب بكم السيد الوزير مرة أخرى في خلال زيارتكم الأولى إلى القاهرة، وأرحب بالوفد الأوكراني المرافق، وأؤكد عن العلاقات التي تربط بين بلدينا والتي تعود إلى فترات وحقب سابقة، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بأوكرانيا عقب استقلالها في يناير عام 92. لقد تناولت مشاوراتنا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأيضا في المجالات التعليمية وغيرها من المجالات، بهدف مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كما حرصت خلال مباحثاتي مع الوزير الأوكراني على مناقشة بطبيعة الحال أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلاً عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية. السيدات والسادة، كما ذكرت تحدثنا بشكل مستفيض عن علاقتنا الاقتصادية والتجارية، وبالتأكيد شهدنا في العامين الماضيين، العام الحالي والعام السابق، زيادة وطفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وأن ذلك كان محل استحسان وإشادة من جانب الوزير سبيها ومن جانبي أيضا، والذي اقترب من معدلاته السابقة، حيث من المتوقع والمأمول أن يصل حجم التبادل التجاري بنهاية هذا العام إلى 2 مليار دولار، خاصة وأن مصر طالما هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في القارة الإفريقية وفي الشرق الأوسط. أعربت أيضا خلال مشاوراتي مع الوزير سبيها عن أهمية استمرار الصادرات الأوكرانية إلى مصر، خاصة من الأقماح والحبوب والزيوت، كما أبديت أيضا تطلعنا لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر، التي كانت وتعد أحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأوكران، حيث تجاوزنا في بعض السنوات رقم 1 مليون سائح من أوكرانيا، وتحديدا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ونرحب بالتأكيد بتدفق السياحة الأوكرانية، وتكلمنا وتحدثنا أيضا عن مزيد من فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات المصرية والصادرات المصرية، سواء كانت الصادرات الزراعية أو الصناعية أو غيرها. تناقشت أيضا مع معالي الوزير الأوكراني حول قضية الاستثمار وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين بلدينا، بما في ذلك الاستثمارات الأوكرانية في مصر، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والاستفادة أيضا من الفرص المتاحة
في الاقتصاد والسوق المصري الذي هو بطبيعة الحال الأكبر في الشرق الأوسط وأيضا في القارة الإفريقية، والاستفادة أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة التي مصر هي طرف فيها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا، الأمر الذي تحدثت فيه باستفاضة مع الوزير سبيها حول إمكانية أن تكون مصر بطبيعة الحال من خلال توطين الصناعات الأوكرانية هنا في مصر أن يكون ذلك مجالاً ومنفذاً للصادرات الأوكرانية إلى القارة الإفريقية. تحدثنا أيضاً عن بعض الأفكار في أن يكون هناك مركزاً لوجستياً للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس. تحدثنا أيضاً عن استغلال اتفاقيات التجارة الحرة كما ذكرت والتي مصر طرفاً بها وتتعلق بسوق يصل حجمه إلى أكثر من 2 مليار نسمة وليس فقط السوق المصري الذي يزيد عن 110 مليون نسمة. أكدت أيضا والسيد وزير خارجية أوكرانيا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وبحثنا أيضا فرص إنشاء أفرع لعدد لبعض الجامعات الأوكرانية المتميزة هنا في القاهرة وفي مصر، أسوة بالعديد من الجامعات من اليابان ومن ألمانيا ومن بريطانيا ومن الولايات المتحدة ومن دول عديدة. تحدثنا أيضا عن أن أوكرانيا هي أحد الوجهات الهامة للطلبة المصريين، وتحدثنا عن تقديم كافة أوجه الرعاية للطلبة المصريين هناك للاستفادة من الإمكانيات العلمية في الجامعات الأوكرانية، كما حرصت أيضا كما ذكرت أن أتناول بشكل مستفيض أوضاع الطلبة المصريين والمتواجدين على الأراضي الأوكرانية وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لهم من جانب السلطات الأوكرانية. ساعدت اليوم منذ قليل بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي المصري والمعهد الدبلوماسي الأوكراني، وسيكون هذا بداية لتعزيز التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي خارجية بلدينا. تطرقنا أيضا إلى مسألة التعاون الثلاثي في أفريقيا وأهمية هذا التعاون من أجل مزيد من تقديم الدعم إلى أشقائنا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الفني والتدريب المهني وبناء القدرات لأشقائنا في القارة الإفريقية. بطبيعة الحال كانت الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا. تحدثت من جانبي بطبيعة الحال عن الأوضاع الكارثية في الإقليم هنا في إقليم الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر سواء على قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان الشقيقة، كما تحدثت أيضا عن مخاطر التصعيد الخطيرة في المنطقة وإدانة مصر الكاملة لأي أشكال للتصعيد والتي قد تقود المنطقة إلى حرب شاملة، وأهمية منع التصعيد والحد من هذا التصعيد. وذكرت من جانبي أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف العدوان أيضا على لبنان كفيل بطبيعة الحال بمنع التصعيد في المنطقة، وبصفة خاصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات، هذا سيكون له بطبيعة الحال تأثير على
الاستقرار وخفض حدة التصعيد في المنطقة جنبا إلى جنب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري. تحدثت أيضا عن الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين وأيضا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية دون أي عقبات إلى أهالينا في قطاع غزة. كما تحدثنا أيضا عن بطبيعة الحال عن عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في السودان والوضع في ليبيا وأيضا الوضع في سوريا والوضع في مجمل المنطقة. كما تناولت أيضا من جانبي قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في قضية المياه وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود. بطبيعة الحال تحدثت مع الوزير سبيها عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعدت التأكيد على موقف مصر الواضح والصريح وهو الموقف المتزن والمتوازن والذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. بطبيعة الحال احترام سيادة الدول وجددت أيضا الدعوة دعوة مصر الصادقة والتي تجسدت في النداء العالمي الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية في افتتاح كوب 27 في شرم الشيخ وأيضا انخرطنا في الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي في إطار القمة الإفريقية وأيضا في إطار المبادرة العربية في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار مجموعة الاتصال العربية للعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول لهذه الأزمة. كما أيضا أحط الوزير سبيها علما بمشاركتي في الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي والتي أكدت خلالها على أهمية استناد الحل المستدام للأزمة إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات والحفاظ بطبيعة الحال على سيادة الدول ووحدة أراضيها بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمة وذلك في إطار صياغة مقاربة شاملة لتحقيق السلام. وفي هذا السياق أكدت أكثر من مرة على الأثار السلبية المترتبة لاستمرار هذه الأزمة على مصر خاصة وعلى العالم بأسره خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة بشكل خاص وهي التبعات التي كما ذكرت تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية وعلى مصر على وجه التحديد باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم. كما ذكرت تطرقنا أيضا إلى قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وتوافقت الرؤى على أهمية منع اتساع رقعة الصراع. السيدات والسادة معالي الوزير سبيها أجدد الترحيب بكم في مصر
وأتمنى لكم وللوفد المرافق إقامة طيبة خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى ورحلة آمنة في طريق العودة إلى أوكرانيا، حاملاً معكم رسائل المودة والتقدير. ومرة أخرى نرحب بكم وأترك لكم الكلمة. شكرا يا معالي الوزير. شكرا معالي الوزير. السيدات والسادة الأعزاء، يسعدني بإقامة بهذه الزيارة إلى القاهرة، واليوم زميلي المصري الدكتور بدر عبد العاطي أجرينا المفاوضات مجدية في إصال اجتماعنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واليوم هو اليوم 76 بعد 900 لمقاومة أوكرانيا للعدوان الروسي شامل. واليوم صباحا تلقيت المكالمة الهاتفية من زوجتي، كان الجو مدويا وصاخبا في كييف ليلا، وتم إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار، وكل ذلك رعد فوق رؤوس زوجتي وأطفالي الثلاثة، وهي واقعيتنا. وإنني بصفة وزير خارجية الدولة في حالة الحرب، فكل يوم أنا أتلقى تقارير أن عدد الوفيات من بين السكان والاستهدافات الجديدة الروسية، ونتمنى أن نضع حدا لهذه الواقعية بشراكة مع زملائنا. وأود أن أؤكد كوزير الخارجية بأنني وصلت اليوم إلى القاهرة من أجل مناقشة كيفية تعزيز تعاوننا بين بلدينا وشعبينا على أساس المصالح المشتركة. لقد كانت أوكرانيا ومصر شريكين موثوقين لسنوات عدية مع حجم كبير من التجارة والحوار الحيوي السياسي، ويختار تاريخ علاقاتنا العديد من الأمثلة على تعاون متبادل مدفع في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والزراعي والهندسة الميكانيكية والسياحة والتعليم، وحتى في المجال الفضاء لدينا قصة نجاح، وأنتجت أوكرانيا أول قمر صناعي مصري. وعلى هذه الخلفية من المؤسف بأنه بعد بدء العدوان الروسي الشامل تباضع حوارنا السياسي ولا يتطابق تعاون مع إمكاناته الحقيقية. واليوم لدينا تفاهم مشترك حول ضرورة تي هذه الصفقة. إن أوكرانيا منفتحة على تطوير التعاون، ونحن جاهزون لاستعداد واستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنشيط مجلس الأعمال الثنائي وبدء عملية تفاوض حول اتفاقية التجارة التفضيلية. واليوم قدمت لزميلي المصري دكتور بدر خريطة أو نص من خريطة الطريق تحتوي على الفعاليات الرامية إلى تفعيل هذه العمليات. خلال المفاوضات حط علما بزملائنا المصريين حول إمكانات التعاون العسكري الفاني، وتمتلك أوكرانيا التكنولوجيا والخبرة والصناعات الدفاعية والعسكرية قوية التي زادت خلال الحرب بست أضعاف. وشهدت اهتمامكم بأن تم زيادة هذه القدرات بست مرات على الرغم من الحرب. واليوم نقوم بإنتاج جميع عيارات القذائف الرئيسية والأنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والدبابات وعدد كبير من المسيرات، ويوجد لدينا إمكانية لاختبار هذه المنتجات الدفاعية مباشرة على خط المواجهة. وإن اليوم إن أوكرانيا تحتل يعني المكانة رائدة في عدد كبير من المجالات العسكرية، وعلى سبيل المثال في مجال المسيرات بدون طيار، وحتى في مجال استخدامها في مجال زراعي. إن يحتاج شركاؤنا إلى القدرات والمعارف الأوكرانية، ولكن اسمحوا لي أن أكون صريحا وخالصا معكم فيما يتعلق بمسألة مشاركة
المشاركات الأجنبية في إعادة إعمار أوكرانيا، فإن الأولوية في هذا التعاون ستعطى لتلك الدول التي دعمتنا في أصعب الفترة بعد عام 2022. لقد تحدثنا عن الطريق إلى السلام الشامل والعدل والمستدام. شددت على أن صيغة السلام لا تزال الطريقة الواقعية الوحيدة لإنهاء العدوان الروسي، وقدمت دعوة للجانب المصري للمشاركة في تنفيذ بنودها والمشاركة في قمة السلام العالمية الثانية التي يتم ترتيب عليه حالياً. الأمر وكان الموضوع الآخر هو الأمن الغذائي. لقد زادت روسيا من إرهابها ضد موانئها ومخازن الحبوب والسفن منذ بداية الخريف. فقد ألحقت القصف الروسي أضرارا بأربع سفن مدنية في موانئ أوديسا، ومن بينها سفينة محملة بالحبوب متجهة إلى مصر، فضلا عن سفينة تحمل شحنة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة لفلسطين. إن هدف روسيا دنيئة وهو إضعاف اقتصادنا وإخراج أوكرانيا من الأسواق الخارجية واستبدال حبوبنا بحبوبها، فضلا عن حبوبنا المسروقة من أراضينا المحتلة المؤقتة. ومن أجل هذا الهدف التجاري، فإن موسكو مستعدة لتعريض ملايين الأشخاص في العالم الذين يعتمدون على الإمدادات الغذائية الأوكرانية، وهذا هو استخدام السلاح الطعام والأكل كسلاح، ويجب علينا أن نضع حد لذلك. أيضا يعني أخذنا في عين اعتبار القلق الشرعي لمصر فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل التي تعتبر مسألة وجودية لمصر، وبرأينا من غير مقبول التلاعب أو احتكار في حق في استخدام الموارد المياهية، ولا يوجد لأحد الحق في استخدام المواد الغذائية والمياه والطاقة بصفة كسلاح. ونضم الحوار بين الحوار الشامل مع الحوار بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الحل الشامل السياسي للأزمة حول استخدام مياه نهر النيل. وأوكرانيا قبل الحرب أنتجت أوكرانيا ما يصل إلى 100 مليون طن من الغذاء سنويا، ونحن نسعى لاستعادة هذه الكميات. ولهذا سبب من المهم للغاية استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود وحمايتها وتحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى تضامن وصوت القوي من جانب جميع الأطراف المعنية وجميع البلدان ذات التفكير المماثل والتي تحتمر ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونتوقع أن تتخذ مصر موقفا أكثر تعبيرا في هذا المجال المهم للغاية. في خلال المفاوضات تطرقنا إلى الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا والمفاوضات، وتؤكد أوكرانيا وحدة السيادة وسلامة أراضي الدول في المنطقة. كما نقدر تقديرا عاليا جهود الوساطة التي تبذله القاهرة والدوحة وواشنطن لتسوية الحرب في قطاع غزة. تدين أوكرانيا باستمرار جميع هجمات إرهابية وأعمال العنف، وتؤكد أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى منع التوسع الحرب والإرهاب. ينبغي أن يرتكز أي جهود على عملية سلام في الشرق الأوسط وتنفيذ القرارات المجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبدأ حل الدولتي إسرائيل وفلسطين تتعايشان في سلام وأمان. والموضوع الآخر مهم هو التهديدات الأمنية التي تشكلها روسيا على القارة الأفريقية. روسيا تصادر عدم استقرار والفوضى إلى الدول الأفريقية. تعامل فاغنر الروسية في العديد من البلدان الأفريقية، فهم قتلة الذين لا يعززون الأمن بل يقودونهم. إنهم يصدرون الخطر ويجلبون الموت والدمار وزعزع الاستقرار
وندعو جميع الدول الإفريقية والعربية إلى تتقادر الاستقرار والتقدم إلى تحديد جهودنا في التصدي للمحاولات الروسية لتوسيع رقعة الفوضى وخطر. إذن اسمحوا لي أن أخلص مرة ثانية، إننا عازمون حقا على استعادة ديناميكية تطوير علاقاتنا، ولدينا تاريخ، وأنا مقتنع بأن التعاون ليس بين بلدينا ليس له ماضي عظيم فحسب، بل له مستقبل ظاهر أيضا، ومن شأنه أن يعزز كل من أوكرانيا ومصر. وشكرا جزيلا لحسن ضيافتكم. سؤالي للوزير الدكتور بدر عبد العاطي. معالي الوزير، في ضوء المكالمه اللي جمعت حضرتك بوزير الخارجيه الامريكي والذي جاءت ربما قبل ساعات من الهجوم الاسرائيلي على ايران، وايضا قبل انطلاق جوله مفاوضات جديده لوقف الحرب في غزه، ما ابرز نقاط التباين والتوافق الموجوده في وجهات النظر ما بين مصر والولايات المتحده، سواء حول السلوك الاسرائيلي التصعيدي في الفتره الاخيره والطرح الاخير لصفقه لتبادل الاسرى او وقف الحرب في غزه، وتداعيات الهجوم الاخير على الصراع في المنطقه؟ شكرا. هو بالتاكيد كان اتصال هاتفي مطول تناولنا فيه العديد من القضايا والملفات، على رأسها بالتأكيد الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة والضفة الغربية، أيضا قضية التصعيد الإقليمي في المنطقة، العدوان في لبنان، أيضا ملفات أخرى خاصة السودان، وأيضا العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. بالتأكيد كان في العديد من عناصر التقارب في الموقفين، خاصة فيما يتعلق بقضية خفض التصعيد ومنع التصعيد في المنطقة، وإحنا من جانبنا كما تعلمين بندين أي أعمال من شأنها زيادة حدة التصعيد في المنطقة. تحدثنا أيضا وتلاقت رؤانا فيما يتعلق بأهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أهمية النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. تحدثنا أيضا وكان في اتفاق في الرؤى حول أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمات التي تمر بها في المنطقة، سواء في غزة أو في لبنان أو في المنطقة بشكل عام، وبالتالي لابد من الدفع في اتجاه التفاوض، في اتجاه الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في خفض حدة التصعيد في المنطقة. توافقت رؤانا أيضا حول أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ومنع الاعتداءات اليومية على العاصمة بيروت، وأيضا تحدثنا أيضا عن أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ للأمين للقرار 1701 في لبنان، بما في ذلك نشر قوات الجيش الوطني اللبناني في المنطقة من جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل. الجهود المصرية الأمريكية متواصلة، وهناك تقدير كبير من الجانب الأمريكي لكل الجهد الذي تقوم به مصر، وأيضا بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع قطر، ونأمل أن تكون هناك جدية من الطرف الإسرائيلي، لأن كل الأمر يتعلق به، يتعلق بما إذا كانت هناك إرادة سياسية لديه للتوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري للعدوان والأعمال القتل الممنهج للمدنيين في غزة وأيضا في الضفة الغربية وأيضا في لبنان. فبالتالي نأمل أن تثمر الجهود الجارية حاليا عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يسهم في النفاذ غير المحدود للمساعدات، لأن الوضع الإنساني كارثي.
في كل قطاع غزة، لا يوجد مكان واحد آمن، لا يوجد أيضا غذاء، هناك استخدام ممنهج للتجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح لفرض شروط على الأرض، وهذا أمر يتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ولا يمكن القبول به. لا يمكن ونحن في القرن 21 أن نقبل سياسة تجويع لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. لا يمكن القبول في أي عالم متحضر، في أي عالم يحترم أبسط حقوق الإنسان، أن نقبل ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث أيضا في شمال قطاع غزة من سياسة ممنهجة للتهجير، لجعل الحياة مستحيلة على الأرض سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لإجبار هؤلاء المدنيين العزل للنزوح عن ترابهم الوطني، عن ديارهم. هذا أمر لن نقبل به على الإطلاق. فالجهد مستمر بطبيعة الحال، ونأمل في خفض عملية التصعيد في المنطقة حتى نركز على الأس ولب القضية في المنطقة، وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. أكدنا ونؤكد مرارا أنه بدون وقف إطلاق النار ووقف القتل اليومي في قطاع غزة لن يكون هناك سلام ولا أمن في المنطقة، وأن خفض التصعيد في المنطقة مرتبط ارتباط وثيق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا هو ما تم تناوله، ونأمل أن تسفر الجهود المخلصة الحالية التي نبذلها مع أشقائنا في قطر ومع الولايات المتحدة في أن يكون لها صدى، وأن يكون هناك إرادة سياسية من الطرف الإسرائيلي، وأن تكون هناك جدية تمكننا من وضع حد لهذه الكارثة وهذه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بل وفي المنطقة بأسرها. سؤال ثاني، أستاذ أحمد مهران، سكاي نيوز. سؤالي لمعالي الوزير الخارجية الأوكراني يتعلق بصيغة السلام التي وضعها أوكرانيا مؤخرا تحت عنوان خطة النصر. أولا، إلى أي مدى تعول أوكرانيا على مواقف دول المنطقة في تسويق هذه الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطة حتى الآن ربما لم تحظى بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي؟ والشق الثاني من السؤال يتعلق ب إلى أي مدى يمكن أن تستفيد دول المنطقة من هذه الخطة إن نجحت أوكرانيا في تمريرها؟ وأتحدث هنا عن معضلة أمن الغذاء وأمن الطاقة، وهي المعضلتين اللتين تعاني منهما دول المنطقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. Thanks a lot for this question. First of all, I will start. سأبدأ بي. That Russia بأن روسيا started full-scale aggression. بدأت بعدوان موسع تسبب في أزمات عالمية، تسبب في أزمات على مستوى أمن الغذاء وأمن الطاقة والأمن بشكل عام. ولذلك فإن هذه الحرب في أوكرانيا ليست متعلقة فقط بأوكرانيا وحدها، بل أنها متعلقة باسترداد النظام العالمي بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فمن مصلحة العالم بأسره أن يوقف العدوان الروسي. بالعودة إلى الجزء الأول من سؤالك، فإن أوكرانيا، ربما أوكرانيا هي البلد الأكثر اهتماماً بالسلام على مستوى العالم، ولكن يجب أن يكون سلاماً شاملاً عادلاً ومستمراً. نحن نريد فقط غياب الحرب، نحن نريد فقط تجميد الصراع، ولا نريد أيضاً تعليق الحرب. لذلك فإن من المهم أن نحصل على دعم من بلدان أخرى، هو أمر مهم جدا بالنسبة إلينا، ولا سيما من الجنوب العالمي، دول الجنوب العالمي. كما تعلمون فإن الرئيس زلنسكي قد بادر بصيغة سلام، وصيغة السلام تلك تقدم إجابات على كيفية تحقيق السلام العادل والشامل والمستمر لأوكرانيا. نعم بالفعل، فإن الرئيس زلنسكي قد
شرح وفصل خطة النصر. وهنا أريد أن أوضح أننا لا نتحدث عن بديل لصيغة السلام أو لصيغة السلام، ولكن نتحدث أيضا عن سك يمكن إنفاذه، كيف يمكن تسريع جهود السلام الخاصة بنا، كيف يمكن لنا أن نحقق السلام الشامل والعادل والطويل الأمد من أجل أوكرانيا. وبالطبع الدعم الذي نحظى به من دول أخرى، الدول قارة الأفريقية، هو أمر أساسي بالنسبة إلينا. عندما عقدنا قمة السلام الأولى العالم، كان هنالك 13 دولة من أفريقيا دعمتنا، وذلك في البيان الختامي. ومن المهم أيضا أن نقول أن هنالك مزيد من البلدان قد انضمت لكي تدعم منهجنا وإطارنا، بالإضافة إلى احترام السيادة والوحدة، وحدة الأراضي، واحترام القانون الدولي ومبادئه، بالإضافة إلى احترام ميثاق العام للأمم المتحدة. قد تم تقديم هذه الخطة إلى رئيس بايدن ومرشحين الرئاسيين في أمريكا، وقد تم أيضا تقديمها إلى أقرب حلفائنا في الاتحاد الأوروبي. وقد أجرى الرئيس زيلنسكي زيارة لكي يحضر المجلس الأوروبي، حيث قام بشكل شخصي بإطلاع زملائه بالتفصيل عن هذه الخطة، خطة النصر. لذلك نحن بحاجة إلى دعم عالمي، ونحن بحاجة إلى جهود عالمية، ونحتاج إلى مزيد من الفهم العالمي على كيفية تحقيق السلام، ومرة أخرى سلام عالمي وشامل وعادل وطويل الأمد. Another question, Mrs. Amr Sabri from the. مساء الخير يا فندم. سؤالي موجه لمعالي الوزير دكتور بدر. معالي الوزير، بتشهد منطقة الشرق الأوسط تهديدات ومخاطر غير مسبوقة ومتسارعة ومتلاحقة، ويمكن آخرها كان الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم. كيف ترون مخاطر هذه التهديدات والتصعيد الغير مسبوق على الأمن الإقليمي والدولي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت، مصر كدولة إقليمية رئيسية ومحورية، ليس فقط في إقليمها ولكن أيضا في محيطها العالمي، هي دولة محورية ومعنية بطبيعة الحال بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التصعيد مسألة شديدة الخطورة، ممكن أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة، ولا يستفيد ولا يكون هناك أي فائز من هذا هذه المخاطر. بالتأكيد احنا على اتصال مع كل الأطراف، ويمكن انت تابعتي لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الإيراني على هامش قمة كازان، وكان الهدف الأساسي هو العمل على خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. بالتأكيد احنا نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد، وهذا لن يتأتى إلا بعدة سياسات محددة، أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية، ثانيا التوقف عن العدوان، والتوقف عن أعمال القتل كما ذكرت اليومية في قطاع غزة. وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو المحور، هو الأساس في التهدئة في المنطقة. وبالتأكيد كما ذكرت أيضا، وقف إطلاق النار في لبنان مسألة حيوية، بدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة، ولن تكون هناك دولة بمأمن عن مخاطر هذا التصعيد. كما ذكرنا وكررنا، لابد من الحل السياسي، لابد من الاستماع إلى صوت المنطق والعقل، لا يوجد أي حل عسكري. كما ذكرنا أن القوة العسكرية وغطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي طرف أيا كان في المنطقة، وبالتالي لابد من التفاوض، لابد من إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية
على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية. بدون ذلك لن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة ولا لأي دولة بما في ذلك إسرائيل. شكرا. سؤال أخير بعد إذن حضرتك. أستاذ محمد مصطفى وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم. تحياتي سيادة الوزير وترحبنا بوزير خارجية أوكرانيا. حضرتك أشارت سؤالي الوزير الأوكراني طبعا. حضرتك أشارت لقمة سلام ثانية بشأن روسيا أو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هل هناك إمكانية أو ترون في أوكرانيا إمكانية لمشاركة روسيا في هذه القمة وارتباط ذلك بنتائج الانتخابات الأمريكية والفائز فيها وموعدها اللي هو في نوفمبر طبعا وكده؟ النقطة الثانية، يعني هناك من يرون أن وقف الحرب في الشرق الأوسط الدائرة دلوقتي واللي بتتسع رقعتها زي ما مصر حذرت مرارا، يعني بتتسع رقعتها في المنطقة رويدا رويدا، هناك من يرون بأن وقف هذه الحرب يرتبط بوقف الحرب في أوكرانيا في ضوء الدعم العسكري المتبادل لأطراف الصراع بالمنطقتين. إلى أي مدى تشاطرونهم ذلك الرأي، خصوصا أن الحديث عن استنزاف، حديث العملي بقى عن استنزاف، حرب استنزاف دائرة هنا أو هناك، أصبحت تمتد الآن لحرب استنزاف للعالم كله وربما للنظام العالمي بأسره. يعني مصطلح حرب الاستنزاف لم يعد مقتصرا على الطرفين المباشرين. فكنت عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الموضوع. شكرا فهم. نحن أولا يجب تحقيق السلام العادل للمنطقة بأسرها لجميع البلدان. لا يجب أن نتنافس، أنت تقول أن ولا يجب أن نضع العدوان الروسي مقابل ما يحدث في هذه المنطقة. لا يجب أن نتنافس فيما يتعلق بأعداد الضحايا. يجب تحقيق السلام، هذه هي الفكرة. لقد سألتني عن قمة السلام الثانية العالمية، نحن نعمل عليها ونحن نحاول أن نقرب موعد انعقاد هذه القمة الثانية للسلام العالمية. ولذلك فمن المهم أن نحظى بدعم دول مثل مصر، وهذا أمر مهم، ولذلك دعونا مصر للحضور، الحضور في قمة السلام العالمية الثانية. دعينا أيضا ممثلين بالفعل عن الاتحاد الروسي لكي يحضروا قمة السلام العالمية الثانية. كما سألتني أيضا عن الانتخابات الأمريكية المستقبلية في الولايات المتحدة، لدينا دعم قوي من هنالك، ولدينا دعم الشعب الأمريكي، ونحن على ثقة تامة بأن دعم أقرب حليف لنا ألا هو الولايات المتحدة في تحقيق السلام الشامل والعادل والطويل الأمد لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات الأمريكية. Thank you so much.